منظمة واحدة ومسجد واحد فقط، وكان
300 لهم 4 مساجد ومركز إسلامي ومدرسة إسلامية سنت لوشا 175,000 المسلمون فقط 30 ليس لهم مسجد ولكن يوجد لهم مصلى وبعض الإخوان من جماعة التبليغ في جزيرة ترينيداد يحاولون أن يبنوا مسجدا إن شاء الله في جزيرة سنت لوشا وقد اشتروا الأرض لهذا وفي جزيرة هايتي عدد السكان فوق 9 ملايين والمسلمون فقط 3,000 لهم 8 مساجد وأحب أن أنصح الإخوان كل من يريد الذهاب إلى هايتي لا بد أن يرتب ويرسق مع شخص أمين لأن الظروف هناك صعبة جدا لما زرت أنا والأخ امتياز محمد رئيس جمعية نقابة الجلسات الإسلامية قبل شهور كان لابد أن نستأجر كرديا مسلحا طيلة بقائنا في جزيرة هايتي والآن إلى جزيرة ترينيداد وتوباغو التي أعيش فيها جزيرة ترينيداد وتوباغو تقع على الشمال الشرقي من سواحل فنزويلا ومساحتها فوق 5,000 كيلومتر مربع صغيرة جدا وعدد السكان 1,300,000 وعدد المسلمون يمثلون 10% والحمد لله رب العالمين الديانات الأخرى النصارى 62% والهندوسيون 25% والبقية 3% يشتمل جزيرة ترينيداد على خليط من الجنسيات هاجروا قبل 200 سنة والأفارقة سمعتم عنهم والهنود ويوجد قليل من البيض والعرب سوريون ولبنانيون يشتغلون في التجارة أكثرهم نصرانيين وجزيرة ترينيداد تعتمد البترول والغاز الطبيعي والأسفلت والميثانول وهي أكبر منتج للميثانول عالميا هي جزيرة غنية وتعتبر أكثر عددا في عدد المسلمين يوجد في جزيرة ترينيداد 115 مسجد و14 منظمة إسلامية و3 مدارس إسلامية والحمد لله رب العالمين كلها أعمال موفقة ومباركة وتؤدي دورها وتثمر أثمارا جيدة كما أنها تعتبر مركز الثقة الإسلامي في الجزر الكاريبية بل هي تعتبر البوابة النافذة والمركز الرئيسي للعديد من الجزر المجاورة بعضهم يأتون للمشاركة في الدورات الإسلامية التي تقام بين كل اثنين وآخر وقد سبق أن زار هذه الجزيرة بزيارات عديدة من قبل شخصيات بارزة منهم سمو الأمير محمد بن فيصل التركي كان رئيسا للقسم الإسلامي من السفارة السعودية في واشنطن والدكتور عبد الله النصيف لما كان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والشيخ خالد الصبيحي لما كان مديرا لمكتب الدعوة في واشنطن وصاحب السفينة السعودية لمراكز مميز وغيرهم حتى الدكتور ناصر الدبي زارنا لما كان مديرا للمركز هنا هذه الزيارات كلها كانت لها مقرا جيدا للمسلمين حيث كانت تدل على الاهتمام من قيادات العمل الإسلامي من بلاد في بلاد الحرمين الشريفين واهتمامهم بالجاليات الإسلامية ذات القيمة في بلاد الغرب الجمعيات طبعا لا نستطيع الكلام لسبب ضيق الوقت ولكن يوجد جمعيات تبعثون لكم واحب ان اشير بان رابطه العالم الاسلامي كان لها مكتب في جزيره ترينيداد ولكن اغلق لما تقاعد مدير المكتب واسال المسؤولين ان شاء الله ان يعيدوا النظر في فتح مكتب لرابطه العالم الاسلامي في جزيره ترينيداد لان انا ارى ان له دور كبير في جزيره ترينيداد بالنسبه الى الفرق الهدامه فقط الشيعه والاحمديون ولكن عدد قليل جدا ولا نسمع عنهم الا قليلا جدا ليس لهم حركات او بارزه ابرز واهم التحديات في جزيره ترينيداد جزيره ترينيداد في الحقيقه ارض منخصبه للدعوه ولا يوجد تحديات كبيره الا احتفال بالمولد النبوي والاحتفال ب40 يوم لما يموت شخص مشكله الزواج المختلط كثره الطلاق بين الشباب وما الى ذلك اسباب الاختلاف
حتى مع الجامعة جامعة البحر الكاريبي ودرس اللغة العربية هناك، وأنا الإمام الوحيد المرخص له لإلقاء كلمات ومحاضرات في وزارة الدفاع المدني، ولي علاقة جيدة مع مركز الشرطة، معروف الحمد لله لدى السلطات في جزيرة ترينيداد. بالنسبة إلى أبرز التوصيات المنح الدراسية لأبناء الجزر في مختلف التخصصات. ثانيا الاستضافة للحج بما له من أثر في نفوس المسلمين، الاستضافة التي تركها الوزارة، وكذلك إقامة دورات متخصصة متنوعة للعاملين في المجال الدعوي والتعليم الإسلامي والثقافة الإسلامية، وزيارات العلماء والمشايخ لهذه الجزر للتواصل.